السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من الزمخشري وما مكانته العلمية وما مذهبه النحوي؟ ما آثار الزمخشري العلمية وما أهمية كتبه؟ الكشاف، أساس البلاغة، المفصل، الفائق في غريب الحديث، والمستقصى من أمثال العرب، وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العرب لهذا الأسبوع بعنوان الزمخشري أمير البيان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع الزمخشري أمير البيان. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا الأستاذ دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيريسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور أحمد السعدي، أستاذ اللغة العربية بالجامعة التركية. مرحبا بكم دكتور، حياكم الله. حياكم الله، أكرمكم الله، أهلا وسهلا وبكم. ونبدأ إذن دكتور حمدي منك، حدثنا متفضلا أولا عن الزمخشري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري. ولد في قرية زمخشر من قرى خوارزم أو خوارزم كما ينطقها أهل فارس، في رجب سنة 67 من الهجرة. ولقب بالزمخشري نسبة إلى قريته. نعم. هو علامة من أئمة المعتزلة، نشأ في أسرة متدينة وتعلم اللغة العربية منذ صباه، ثم سافر إلى بخارى التي كانت في ذاك الزمان يعني من المدن العلمية الكبيرة. نعم. فنهل من كبار علمائها، وكان الشائع في هذه البلدان في ذاك الزمان المذهب الاعتزالي، لذا أصبح الزمخشري من كبار المعتزلة. نعم، لأنه تتلمذ لمشايخ كلهم يدينون بهذا المذهب، فصار متمذهبا، وناسبه أو ناسب عقليته في الأمور الفلسفية والأخذ والرد والأمور المختلفة عند المعتزلة. من صفاته أنه كان كريما ويعتقد بأهمية اللغة العربية ويفضلها على لغته الأم الفارسية، يعني ضد الذين يقولون بالشعوبية الذين كانوا يفضلون لغة العجم على اللغة العربية، أو يفضلون اللغة الفارسية على اللغة العربية. لم يكن كذلك، وإنما كان يفضل اللغة العربية على اللغة الفارسية. وكان جريئا في الحق لا يبالي، فكان يعلن مذهبه الاعتزالي. فعل ذلك في كتبه، وصرح به في مجالسه، ونادى به في رسائله. وإذا أراد الدخول على أحد يستأذن عليه ويقول لمن يأخذ الإذن له: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وكان مع ذلك متواضعا شديد الحياء، ومع علمه الجم كان متحفظا من الفتيا، متحرزا من الإجازة في مسموعاته ومصنفاته إلى حد بعيد. نعم. وأخيرا توفي الزمخشري في عام 38 من الهجرة عن عمر ناهز 69 بخوارزم أيضا. نعم. من هنا دكتور أحمد، إذن من أبرز شيوخ الزمخشري ومن أبرز تلاميذه؟ الحقيقة الزمخشري نوع من مصادره العلمية، كما ذكر الأستاذ هو سافر إلى مدن عدة ومنها مكة المكرمة، ولذلك لقب يعني جار الله، وهذا اللقب مشهور به جدا، يعني لأنه جاور بمكة مرتين لمدة طويلة حتى قبيل وفاته كان في مكة.
فهو أخذ في الحقيقة عن علماء مكة، وأخذ عن علماء بلدته، وأخذ عن علماء بخارى، وأخذ عن علماء بغداد، لأنه كان جواله، يعني ينتقل بين البلاد. في الحقيقة من مشاهير علمائه أو أساتذته وشيوخه محمود بن جرير الضبي النحوي المتوفى سنة 507، وقد تأثر الزمخشري به كثيرا، وحينما توفي رثاه بقصيدة مشهورة مطلعها: أيا طالب الدنيا ويا تارك الأخرى، ستعلم بعد الموت أيهما الأحرى، ألم يقع بالحق سمعك، قل بلى وذكرت بالآيات لو تنفع الذكرى. من مشايخه في مكة من قرأ عليه كتاب سيبويه أبو بكر عبد الله بن طلحة اليابري، هو من علماء الأندلس والمتوفى سنة 518. كما أخذ الفقه عن الخياطي، وقرأ اللغة على أبي منصور الجواليفي. تلاميذه كثر الحقيقة، العلماء السمعاني وغيره يقولون: ما حل في بلد إلا اجتمع عليه الناس. فالذين أخذوا عنه كثر، وذلك لتميزه في الحقيقة في اللغة، واللغة يعني وعاء العلم، وكلما تقدم الإنسان في اللغة كلما كان ذلك دليلا على وفرة عقله وعلومه. أما أبرز تلامذته، أما أبرز تلامذته دكتور، من أبرز تلامذته علي بن الحسن، علي بن محمد أبو الحسن العمراني الملقب بحجة الأفاضل، متوفى سنة 560 هجرية. ومنهم أيضا محمد بن أبي القاسم البقالي النحوي، كان يلقب بزين المشايخ، وكان إماما في الأدب، له كتب من مؤلفاته مفتاح التنزيل وتقويم اللسان وغيرهما في النحو، يعني توفي سنة 62 و500 للهجرة. منهم أبو يوسف يعقوب بن علي البلخي، ومنهم علي بن عيسى بن حمزة بن الهاس، وغيرهم كثر. نعم، إذن من هنا دكتور حمدي، ما مذهب الزمخشري إذن العقدي والفقهي والنحوي، وما أقوال العلماء فيه؟ الزمخشري تربى في بيئة كما ذكرنا، في بيئة اعتزالية، ومع أنه سافر إلى بغداد وإلى مكة وجاور فيها كثيرا، لكنه لم ينتقل من مذهبه الاعتزالي إلى مذهب أهل السنة، بقي على مذهبه الأول الذي تلقاه على مشايخه الأوائل، كان متمسكا به. متمسكا به، نعم. وكان من أئمة المعتزلة ومن دعاتهم. نعم، الكبار، يعني لم يكن فردا عاديا. والمعلوم من عقائد المعتزلة، من أبرز عقائد المعتزلة، القول بخلق القرآن الكريم ونفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والقول بتعطيل صفات الله تعالى، والقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار في الآخرة إذا لقي الله تعالى ولم يتب أو لم يقم عليه الحد في الدنيا، وغير ذلك من الأقوال في العقيدة. قال عنه الذهبي: نعم، الزمخشري هو العلامة وكبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب الكشاف والمفصل في النحو، وكان داعية إلى الاعتزال سامحه الله تعالى. كلام الذهبي. ولكن الذهبي قال عنه أيضا كان رأسا في البلاغة العربية. لا، نحن نأخذ هذا ونأخذ هذا. نعم. نعم، لأن الزمخشري لم ينصفه إلا علماء أهل السنة. صحيح. يعني مع أنه معتزل، لكن علماء أهل السنة هم الذين جعلوا الكشاف ينتشر. صحيح. ومنهم من يعني اهتم به بنقده في موضوع الاعتزاليات كابن المنير السكندري المصري، ومنهم من خرج أحاديثه كالزيلعي وابن حجر العسقلاني. ويعني اهتم أهل السنة، ومنهم من اختصره كالنسفي والبيضاوي وغير هؤلاء كثير. يعني اهتموا بالتفسير الكشاف لأنه من الأمور العظيمة التي يعني تركها الزمخشري. صحيح. من أقوال العلماء فيه أيضا، يعني الذهبي يقول عنه: الزمخشري كان رأسا في البلاغة العربية. ومعلوم بأن الزمخشري قد هضم ما كتبه عبد القاهر الجرجاني وطبقه تطبيقا عمليا في كشافه. نأتي إلى المذهب النحوي دكتور. المذهب النحوي كان بغداديا يميل إلى البصريين كثيرا، وكان ينتقي من
أخبار أو آراء الكوفيين ما يأخذه، وله اجتهاداته الخاصة. له كثير من الآراء الخاصة. نعم له كثير من الآراء الخاصة، لأنه كان من المحققين كما يقولون في النعم. إذن من هنا دكتور أحمد السعدي، ما آثار الزمخشري العلمية؟ نمر عليها مرورا سريعا قبل تفصيله. الله يبارك فيكم. للزمخشري في الحقيقة 47 كتابا، 47 كتابا، ومن أشهرها الكشاف. الحقيقة الكشاف يعني غني عن التعريف. وأنا أريد أن أعلق على الكشاف تعليقا سريعا. يعني علماؤنا كانوا لا يقرؤون لأهل البدع وينهون عن قراءة كتب أهل البدع، إلا أنهم كانوا يقرؤوننا الكشاف. يعني هذا دليل كم الكشاف فيه من الإبداع حقيقة، حتى تجاوز العلماء. يعني ينبهون على اعتزالياته، كما ذكر ابن المنير كان ينبه على اعتزالياته في الكشاف، فكان العلماء يقرؤون الكشاف وعليه على حاشيته ابن المنير حتى ينبه على اعتزالياته، لكنهم كانوا حريصين على إقرائه، وذلك لأنه فتح في التفسير، عني يقال له التفسير بالرأي، واعتنى جدا ببلاغة القرآن فيه، وقرب لغة القرآن من عصره لإبراز الإعجاز، يعني البيان في القرآن. إبراز الإعجاز، هذا ميزة كبيرة له، إعجاز البلاغي، الجانب اعتنى كثيرا في الجانب البلاغي. الحقيقة الكتاب الكشاف يعني هو الذي به شهر الزمخشري. طبعا الزمخشري عالم كبير، لكن أظن لولا الكشاف لم يكن له هذا الصيت. يليه في الأهمية المفصل، المفصل في النحو، وقد شرحه ابن يعيش، ويعني شرح المفصل لابن يعيش أهم من أهم موسوعات النحو عند المتقدمين. فالمفصل في النحو العربي من روائع كتب الزمخشري. عندنا أساس البلاغة، أساس البلاغة أيضا كتاب في الحقيقة أنا كثيرا ما أرجع إليه وأنصح طلابي بالرجوع إليه، لأن فيه إضافة على ما نجده في المعاجم العربية، وهو العناية بالمعنى المجازي. يأتي بالمعاني، معاني الحقيقية لللفظ، ثم يقول ومن المجاز كذا وكذا وكذا. هذا لا يوجد في المعاجم الأخرى، المعاجم في الغالب تعنى بالمعنى الحقيقي للكلمة. صحيح. له في الحديث الفائق في غريب الحديث، وهو أيضا يعني فتح في بابه، وإن شاء الله نتكلم عنه لاحقا. يعني كأنه معجم لغريب الحديث، الألفاظ الغريبة في الحديث رتبه ترتيبا الفبائيا. له في الأصول المنهاج، له أيضا اختصر المفصل في النحو، وكتاب ليس بكبير أساسا، لكنه اختصره في النموذج. يعني النموذج أيضا من الكتب المعتبرة عند النحاة، وهو للزمخشري. له في الأمثال المستقصى، له المقامات، ومقامات الزمخشري مقامات رائعة، وعلى طلاب الآداب أن يحرصوا على قراءتها وفهم أسلوبها. الحقيقة هي مما ينمي الذائقة اللغوية عند طلاب الآداب. له شرح أبيات الكتاب، كتاب سيبويه، وله شرح بعض المشكلات المفصل، له متشابه أسماء الرواة في الحديث، له الأحاجي النحوية، له القسطاس في علم العروض، وكتابه مشهور في علم العروض القسطاس، وله معجم الحدود وسوائر الأمثال وديوان التمثل وشقائق النعمان وغيرها من الكتب. الحقيقة قلت 47 كتابا، لكنه تميز من بينها في 3 كتب يعني مشهورة جدا، الكشاف وأساس البلاغة والمفصل في النحو. من هنا دكتور حمدي، كيف طوع الزمخشري اللغة، وهو المهم لخدمة مذهب الاعتقادي في التفسير، وكما تحدث قبل قليل دكتور أحمد في أهم كتبه الكشاف؟ نعم. طبعا الكشاف يعد يعني رأسا في التفسير بالرأي على منهج أو على مذهب المعتزلة، وكان هذا التفسير من آثر الكتب عند الزمخشري، آثر الكتب إليه. ولذا يقول فيه إن التفسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي. إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. نعم.
طوع الزمخشري اللغة في كشافه هذا لنصرة مذهبه الاعتزالي، وهذا ما عيب عليه، هذا ما عيب عليه ووصف بالبدعة، يعني وصف أنه من أهل البدع، النوع المعتزلي. نعم، لكن المزية الكبرى التي جعلت أهل السنة يهتمون بالكشاف ويخرجونه للناس مع تبيين الأمور الاعتزالية فيه الجانب البياني، الجانب البلاغي الموجود فيه. نعم. أو ما هو قضية النظم التي تكلم فيها عبد القاهر الجرجاني طبقها تطبيقا عمليا في الكشاف، وهذا لا يوجد في كتب المتقدمين مثل هذا. نعم، عند المتأخرين الذين أخذوا عنه، والمتأخرون الذين كتبوا في تفسير القرآن الكريم وبيّنوا إعجازه البلاغي اهتموا أو أخذوا من الكشاف كثيرا. نعم، سواء كان أبو السعود طبعا أخذ يعني مصدره الأصيل البيضاوي الذي هو مختصر من الكشاف. نعم، مع إضافات من أمور أخرى. التحرير والتنوير أيضا أفاد كثيرا من الكشاف للطاهر بن عاشور من المعاصرين. من الأمور التي طوع فيها اللغة لنصرة مذهبه يقول بخلق القرآن في خطبة تفسيره، يقول بعد حمد الله وفي ثنايا التنويه بشأن القرآن: فسبحان من استأثر بالأولية والقدم ووسم كل ما سواه بالحدوث عن العدم، أنشأه كتابا ساطعا تبيانه قاطعا برهانه. أنشأه كتابا ساطعا تبيانه، أنشأه كتابا معناه ابتدأه وأوجده بعد أن لم يكن. وهذا هو قضية معنى خلق القرآن، هي من أهم المسائل التي خاض فيها المعتزلة. صحيح. يقول بخلود مرتكب الكبيرة في النار ما لم يتب. وهنا تعترضه آيات في القرآن الكريم فيتعسف في تأويلها، يعني في تأويل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني معروف بأن الذي لم يتب من الشرك لا يغفر له، ولكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم يذكر فيه توبة. عند أهل السنة. قبل الفاصل دكتور لو سمحت، يعني الجانب اللغوي في الجانب اللغوي يقول، يعني يقول في هذا: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين إلى قوله تعالى: لمن يشاء. يعني يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني جعل الأمر مقيد عنده بأمور التوبة، لازم التوبة من الأمور هذه، وخاصة أمور الكبائر مثلا. إذن سنعود أيضا إلى بقية الكتب مشاهدينا الكرام، فنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، وستكون هذا الأسبوع مع المتنبي: مالئ الدنيا وشاغل الناس. أبو الطيب المتنبي، شاعر العربية الكبير، مالئ الدنيا وشاغل الناس. قال المتنبي في إحدى قصائده: أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعاه فلباه قبل الركب والإبل، ظللت بين أصيحاني أكفكفه، وظل يسفح بين العذر والعذل، أشكو النوى ولهم من عبرتي عجب، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل، وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها، لا يتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. وقد وجدت مجال القول ذا سعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقولي: إن الهمام الذي فخر الأنام به، خير السيوف بكفي خيرة الدول. وما الفرار إلى الأجبال من أسد، تمشي النعم به في معقل الوعل.
لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، وأن أذكر بموضوعنا هذا الأسبوع الزمخشري أمير البيان. دكتور أحمد سعدي، الآن من كتب الزمخشري المفصل، وهو من أهم كتبه كما تفضلتم قبل قليل، حدثنا عنه متفضلا. بارك الله بكم. الحقيقة المفصل كتاب من أهم كتبه ومن أهم كتب النحو، لذلك يعني يعتبر مرجعا من مراجع النحو، وقد قسمه الزمخشري إلى أربعة أقسام. القسم الأول في الأسماء، وتحدث فيه عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وأتبعها ببعض مباحث الصرف كالنسب والتصغير ونحو ذلك، وجعل قسما للأفعال تحدث فيها عن إعرابها وبنائها، ثم تحدث عن في القسم الثالث عن الحروف وأصنافها، مثلا حروف العطف، حروف الجر إلى آخره، وسمى قسما لما أسماه بالمشترك، وتحدث فيه عن بعض القضايا الصرفية مثل الإعلال والإدغام والإبدال ونحو ذلك. والحقيقة يعني كتاب المفصل يمثل كتابا من كتب المذهب البغدادي، وفي الحقيقة بعض العلماء يقولون الزمخشري كان على المذهب البصري، وبعضهم ينسبه للمذهب البغدادي. في الحقيقة المدرسة البغدادية بنت المدرسة البصرية، يعني الاختلاف بينهم قليل، لكن بعض الآراء النحوية أخذوها عن الكوفيين أو رجحوا فيها مذهب الكوفيين، إلا أنهم في الغالب يوافقون البصريين. ومن يتابع المفصل يجد أن الزمخشري كأنه وضع كتاب سبويه أمامه، خذ مثلا باب المفعول المطلق أو غيره من الأبواب، وتتبع الكتاب وتتبع المفصل، ترى توافقا كبيرا بين آراء الزمخشري وبين آراء سبويه رحمهم الله تعالى. فهو في الحقيقة كان على المذهب البغدادي الميال للاتجاه البصري في كتابة القواعد وإقرار القواعد العربية، لذلك كان يعبر عن المصريين بأصحابنا، يقول كما يقول أصحابنا أو في قول أصحابنا، وكذا يقصد البصريين. وهذا ليس فعله فقط، فعل عدد من العلماء الذين لهم اجتهاداتهم في النحو ولكنهم يميلون إلى المذهب البصري كأبي علي الفارسي مثلا وغيره. صحيح. نعم. مع في الحقيقة يعني نزوعه الشديد إلى البصريين، لكنه كان يرجح أحيانا مذهب الكوفيين ويقدمه، لأنه ذو شخصية يعني مستقلة. أنت يمكن أن تنسب للزمخشري آراء وأقوالا، يعني هو شخصية علمية مستقلة ينظر في الدليل ويدافع عنه، لذلك يعني كان دفاعه عن المعتزلة وافتخاره بانتسابه إليهم في زمن لم يكن فيه للمعتزلة صولة وجولة، يعني لكن هذا من تثبته يعني وقناعته واعتداده برأيه مع تواضع معروف عنه. فكان له اجتهاداته في النحو، وكان يميل في بعض الآراء في هذا الكتاب إلى المذهب الكوفي، مما اختاره من آراء الكوفيين جواز إبدال نكرة من النكرة وإضافة الفعل حدث للأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وغير ذلك من المسائل. ألف الزمخشري هذا الكتاب كما تذكر المصادر بين سنة 513 و 515 هجرية، وقرأه على الناس بمكة بباب شيبة. هذا من يعني أهم المعلومات التي يمكن أن نتحدث عنها في هذه العجالة عن كتابه المفصل، وإلا فهو يستحق الحقيقة الحديث الطويل. نعم، بوركت يا دكتور. من هنا دكتور حمدي تفضل بذكر آراء الزمخشري في المفصل والتي خالفها في الكشاف. في الحقيقة المفصل طبعا مبني على ضبط اللسان، هو كتاب في النحو الخالص. أما الكشاف هو كتاب في التفسير، وما يأتي به من توجيهات نحوية تخدم معنى الآيات، لذا نجده يعني له آراء في المفصل
يعني وله آراء أخرى مختلفة عن عما في المفصل موجودة في الكشاف. نعم. ومنها لأنها كثيرة من ذلك يعني سبب منع ثلاث من الصرف، يذكر في المفصل أن منع ثلاث من الصرف هو الوصفية والعدل. يقول والعدل من صيغة إلى أخرى في نحو عمر وثلاث لأن فيه عدلا ووصفية. العدل يعني معدول عن معدول عن عن, 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 عن ثالث عن ثالث مثلا ثل... نعم آه. ثلاث أو نعم يعني العدل والوصفية يعني عمر يقول معدول عن عامر نعم هذه علتان يعني هكذا يقول يعني وفي الكشاف يذهب إلى أن سبب منعها الصرف العدل المكرر هو أن عدل في اللفظ عن ثلاثة ثلاثة إلى ثلاث فعدل عن تكرار اللفظ إلى توحيده. يقول في قوله مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين عدلها عن صياغها وعدلها عن تكررها وهن نكرات يعرفن بلام التعريف لذلك منعت من الصرف. نعم وأبو حيان في البحر المحيط يرد عليه هذا الرأي. نعم بناء المنادى المفرد الموصوف بابن على الفتح فقط ذهب الزمخشري في المفصل إلى أن المنادى المفرد الموصوف بابن المضاف إلى علم بعده متصل به يبنى على الفتح فقط ولم يجز غيره. يقول والوصف بابن وابنة كالوصف بغيرهما إذا لم يقعا بين علمين فإن وقعا أتبعت أو أتبعت حركة الأول حركة الثاني كما فعل في ابن وامرئ. هذا في المفصل. نعم. في الكشاف رجع إلى رأي المذهب الجمهور اللي هو يجوز الإتباع ويجوز البناء على الضم على أصله أصل المفرد. في المذهب الجمهور اللي هو أجاز الوجهين البناء على الفتح للإتباع والبناء على الضم على أصل إعراب المنادى المفرد. فقال في قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم عيسى في محل النصب على إتباع حركة الابن هذا الرأي الأول كقولك يا زيد ابن عمرو وهي اللغة الفاشية الإتباع صحيح. ويجوز أن يكون مضموما كقولك يا زيد ابن عمرو الرأي الثاني هذا كما قال الجمهور. من الآراء الأخرى رأي آخر نعم منع تقديم الحال على عاملها المعنوي. ذهب الزمخشري في المفصل إلى منع تقديم الحال على عاملها المعنوي. يقول والعامل فيها إما فعل وشبهه من الصفات اسم فاعل اسم مفعول هذا شبه الفعل أو معنى فعل كقولك فيها زيد مقيما تقدم هنا. وهذا عمر منطلقا معنى الفعل فالأول يعمل فيها متقدما ومتأخرا الفعل وشبه الفعل يعمل متقدما ومتأخرا ولا يعمل فيها الثاني اللي هو المعنى هذا الفعل. عمر منطلقا فيها زيد قائما هذا معنى نعم ولا يعمل فيها الثاني إلا متقدما فمنع تقديم الحال على عاملها المعنوي لضعفه وهذا رأي سيبويه. وأجاز في الكشاف تقدم الحال على عاملها المعنوي فأعرب مطويات في قراءة عيسى بن عمر والجحدري بالنصب من قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه بالكسر حالا وعاملها متعلق الجار والمجرور بيمينه يقول ونصب مطويات على الحال. نعم هكذا هذه من الآراء. أيضا إذا لدينا كتاب آخر مهم أيضا دكتور أحمد وهو الفائق في غريب الحديث حدثنا عنه متفضلا. الفائق اسم على مسمى كما يقول العلماء هو في سلسلة كتب كتبها العلماء عن غريب الحديث. هذه الكتب تتصدى للألفاظ الغريبة يعني التي بحاجة إلى شرح وبيان في الحديث النبوي في مختلف كتب الحديث فتشرح هذه الألفاظ كأنها معجم يعني على نهج المعاجم. ومن أشهر هذه الكتب النهاية وهو جاء بعد كتاب الفائق. لكن في الحقيقة الفائق يمثل يعني تطورا في هذا الفن فن غريب الحديث الذي يعنى به علماء الحديث. الذي فعله الزمخشري رحمه الله تعالى أنه عمد إلى استقراء وإن كان ليس كاملا يعني استقراء أهم الأحاديث التي فيها ألفاظ غريبة جمعها
ثم استخرج هذه الألفاظ الغريبة ثم رتبها على حروف المعجم. لكن يعني هناك خصائص للكتاب، بعضها ميزات وبعضها قد يكون فيه نوع صعوبة في الوصول إلى معنى الكلمة التي نبحث عنها. هو التزم مثلا في باب الألف مع الباء، أبنا مثلا، يريد أن يشرح كلمة أبنا، فيأتي بحديث فيه هذه اللفظة فيضعه أولا ثم يشرح جميع ما فيه من الغريب. فأحيانا تجد شرحا لكلمة الغريب يعني في مكان كلمة أخرى، يعني أنه يشرح جميع شرح الكلمات للحديث الغريبة، وأحيانا يعني ينبه على هذا في موضع آخر. فهذا أحيانا يعني يجد صعوبة. والترتيب القافوي أيضا، عفوا دكتور، أيضا الترتيب القافوي ربما يعني على القافية يجد صعوبة الباحث في ذلك. هو في الحقيقة ليس رتبه ألفبائيا، لكن يعني هو علماء الذين يرتبون على أسلوب القافية يأخذون الحرف الأخير ثم الأول بعد ذلك. هو أخذ الأول والثاني ولم يعنى بالثالث، بمعنى أنه يعني قد يأتي بكلمة جدل قبل مثلا كلمة جدف، معنى الفاء قبل اللام. صحيح. يعني يراعي الحرف الأول والثاني ويبوب لذلك. يعني هو بوب لذلك مثلا باب الجيم ثم يراعي الدال، لكنه لا يراعي الحرف الثالث. الحقيقة رتبه ترتيبا ألفبائيا. لكن ثروة هذا الكتاب لماذا؟ لأن الزمخشري رحمه الله تعالى يذكر فيه شواهد من الكتاب والسنة والشعر، وفيه فوائد لغوية وبلاغية وإعرابية يعني طارئة، أو هو يشرح الكلمات، بالإضافة إلى أنه يعني معجم حقيقي يمكن أن يرجع إليه في معرفة غريب الحديث. هناك إشكال آخر في الكتاب، وهو موجود في كثير من كتب الغريب، أنها لا تقتصر على الصحيح، فقد يكون بعض الأحاديث موضوعة مثلا. نعم. ويشرح ألفاظا وردت فيها، خاصة تلك الأحاديث التي تشتهر في كتب الأدب، وبعض الأحاديث التي تشتهر في كتب الأدب. نعم. لا أصل لها. نعم. أحاديث موضوعة، لكنهم يعني يجمعونها ضمن ما يجمعون من الأحاديث ويفسرون هذه الألفاظ. نعم. طبعا فيها فائدة لغوية، لكنهم لا ينبهون على درجة الحديث أو أن الحديث غير معتبر. للأسف بقيت دقيقتان دكتور، بدقيقة معك ونختم بدقيقة مع دكتور أحمد. كتاب المستقصى في أمثال العرب. المستقصى في أمثال العرب للزمخشري يعد معجما موسوعيا للأمثال. معجم لغوي، معجم للأمثال، ومعجم لما فيه من مسائل اللغة والنحو وغيرها. يتناول طبعا جمع الأمثال المختلفة سواء كانت فصيحة أم غير فصيحة، لتعبر عن البيئة الموجودة، البيئة العربية بأصنافها المختلفة. ولذا جمع عدد الأمثال في هذا الكتاب يعني عددها 61,403,000 من الأمثال. نعم. وهذا الكتاب مطبوع في جزئين، مستقصى الأمثال والأمثال. كما أن الشعر ديوان العرب، فكذلك الأمثال لها دورها الكبير في تبيين حياة العرب المختلفة. جمع لنا مجموعة كبيرة يعني. نعم، يعني 3,461 بالقراءة من الشمال اليمين حتى يكون مفهوما. نعم. يعني ليس بالكم القليل. صحيح. واتبع في تبويب الأمثال النظام الهجائي الألفبائي. يعني الأول والثاني والثالث، ترتيب نظام معجمي حتى يصل الإنسان إلى بغيته بسرعة. صحيح. ويعني ما في عني بمضرب المثل، وعني بما فيه من جوانب لغوية، واستشهد عليه، فهو يعد كتابا موسوعيا ليس كتاب أمثال عن أحوال العرب وأخلاقهم. نعم. نعم، يشمل كل شيء. في دقيقة أخيرة نبقى فيها دكتور أحمد مع القسطاس في علم العروض. القسطاس في علم العروض كتبه الزمخشري في هذا العلم، وكتاب هو له قيمة، مشهور، وقد شرحه غير عالم، مثلا الزنجاني الشافعي المشهور شرحه، له شرح عليه جيد، ومن المعاصرين حققه أستاذنا الدكتور فخر الدين قباوة تحقيقا جيدا، ويعني الكتاب منتشر ومعروف ويقرأ ويعتبر من مراجع علم العروض. ابتدأه بمقدمة قد لا نجدها بكتب العروض المختصرة، إن كان هو ليس كتابا موسعا، بحث فيه قضية إحداث أوزان جديدة.
وهذا يعني من حرصي على الإبداع، حتى إنه رجح أنه يمكن أن يقال هذا شعر عربي دون أن يلتزم بالأوزان المعروفة 16 معروفة مشتقة منها. يعني ذكر أن هناك رأيان في المسألة، وهو رجح أنه ليس شرطا طالما أنه بكلام عربي ومعاني عربية، المهم قال الألفاظ العربية، فيمكن أن يحدث يعني وزن آخر في الشعر العربي. أيضا تحدث عن كيفية بناء الشعر، تعرفون أساس بناء الشعر من أوتاد و إما حرفان أو ثلاثة أحرف وفاصلة كبرى وفاصلة صغرى، هذه المعروفة المصطلحات المعروفة عند علماء العروض. ثم بعد ذلك يعني ذكر بعض المصطلحات العروضية وتحدث عن الدوائر الخليلية، دوائر العروضية، وبعد ذلك أتى على البحور المعروفة 16 وكان يذكر أمثلتها وأحوالها وجوازاتها ونحو ذلك. فالكتاب يعتبر من مراجع علم العروض المهمة، ويعني رتبه ترتيبا حسنا. جزاكم الله خيرا. في ختام فكرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول دكتور أحمد السعدي، أستاذ اللغة العربية بالجامعات التركية. بارك الله بكم دكتور. بارك الله بكم يا سيدي. الله. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة ستكون هذا الأسبوع عن الزمخشري وكتابه المفصل في علم العربية. الزمخشري. أليس محمود بن عمر. عمر. اللقب الزمخشري. الكنية أبو القاسم. ألف الزمخشري كتبا عديدة، أهمها المفصل في علم العربية. ما أعجب أمر هذا البيت؟ هذا بيت الزمخشري، بني على شكل كتاب تخليدا لكتابه الشهير المفصل في علم العربية. أهلا أهلا بكما. تفضل. هل أنت الزمخشري؟ لا، أنا محمد النعساني الحلبي. السيد النعساني مؤلف كتاب المفصل في شرح أبيات المفصل. أصبت. كنت كلما قرأت بيتا من الشعر في كتاب الزمخشري عربت كلماته تفصيلا، فطبع كتابي في ذيل كتابه، ولهذا السبب أسكنني أهل النحو مع الزمخشري في بيت واحد، هو في الطابق العلوي وأنا هنا. تفضل تفضل. الزمخشري. الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب للعرب والعصبية، وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني وعنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة الأنعام الجزء الرابع. حياكم الله في البيان القرآني مشاهدينا الكرام، ونبدأ من قوله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، هذا في سورة الأنعام. وقال تعالى بعد ذلك في السورة نفسها: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ما الحكمة هنا دكتور في تكرار الآيتين مع اختلاف الفاصلتين، يعني يفقهون ويصدفون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما يأتي في القرآن ليس عبثا، وإنما يأتي لمعنى. فهنا يعني بدأ في المرة الأولى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون،
ثم أتي بعد ذلك في انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني الـ يصدفون أي يعرضون عنها، فلا تعرض عنهم بل كررها لهم لعلهم يفقهون. سبحان الله. نعم. يعني كأنما تأتي مؤكدة لما قبل. نعم كأنها مؤكدة لهم، يعني كررها لعلهم يفقهون. لماذا؟ لأن الفاصلة الأولى يصدفون ناسبت ما قبلها، لأن الإعراض عن الشيء هو من يعني أقبح من عدم فهمه. صحيح. نعم. لذا وصفوا بالأول في الآية الأولى تبعا لما وصفوا به قبلها. قبلها قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. بسم. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام قوله تعالى إن هو إلا ذكرى للعالمين، وهذا في سورة الأنعام. أما في يوسف إن هو إلا ذكر للعالمين، وكذلك في سورة صاد والتكوير. لماذا جاءت كلمة ذكرى مؤنثة في آية الأنعام ومذكرة في السور الأخرى دكتور؟ السياق له دوره في هذا. في سورة الأنعام سبقت بمؤنث، يعني سبقت بقوله تعالى في السورة وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لذا ناسبها الذكرى. أما في السورة الأخرى لم ترد مؤنثة وإنما ورد ما هو مذكر، لذا ناسبه ما هو مذكر. هكذا. نعم. نواصل أيضا مشاهدينا الكرام في البيان القرآني في سورة الأنعام وفي قوله تعالى وهم على صلاتهم يحافظون، هذا في الأنعام. وفي سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي سورة المؤمنون والذين هم على صلواتهم يحافظون. هنا جاءت دكتور الصلاة جمعا في سورة المؤمنين صلوات، وجاءت مفردة في غيرها، لماذا؟ نعم. أولا مجيء الصلاة مفردة لأنها اسم جنس، واسم الجنس بمعنى الجمع. صحيح. لكن يسأل عن الجمع. الجمع طبعا النظر للوقت نأخذ الأمر المختصر في هذا. آية المؤمنون اللي فيها جمع اكتنفها تعظيم الصفات الخاصة بجزاء المحافظين على صلاتهم، لذا ناسبها الجمع، ولم يرد مثل ذلك في الآيتين الأخريين فجاءت على الأصل. يعني الصفات، يعني كانت هناك صفات بالجمع. هذا يوضحه الزمخشري. يقول تحدث عن ذكر الصلاة في أول السورة في المؤمنون. نعم. في أولها مفردة في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. صحيح. ليفيد وصفهم بالخشوع في صلاتهم. وذكر آخرا في قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون بالجمع، ليفيد محافظتهم على الصلاة وأداءهم لها في أوقاتها وإقامتهم أركانها. ثم فرق بين توحيدها أولا وجمعها آخرة فقال فقد وحدت أولا ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت، وجمعت آخرة لتفادى المحافظة على أعدادها وهي الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة، وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف والخسوف. نعم. إلى آخره وغيرها من النوافل. تفسير جميل للزمخشري. نعم. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، هذا في الأنعام. وقال تعالى في سورة الكهف لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ما وجه زيادة قوله فرادى هنا دكتور في آية الأنعام؟ السياق له دوره في التوجيه. آية الأنعام مراعا فيها ما جاء بعدها في الآية نفسها من قوله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي ما أعطيناكم في الدنيا مما شغلكم عن آخرتكم. ثم قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي منفردين عما كنتم تؤملون من أندادكم ومعبوداتكم من دونه سبحانه. فمن أجل هذا جاء التعقيب في آية الأنعام ما قيل فيها ولقد جئتمونا فرادا. سبحان الله. والآيات الأخرى ليس فيها مثل هذا. نعم. أيضا في قوله تعالى مشاهدينا الكرام قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون في الأنعام، وقال بعدها قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وقال بعدها أيضا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، ما وجه الاختلاف أولا دكتور بين الفواصل الثلاث؟
يؤمنون ويفقهون. كل فاصلة أتت مناسبة لما قبلها. يعني الآية الأولى قبلها: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. حساب الشمس والقمر والنجوم والاهتداء بما يختص بها، والاهتداء بها يختص بالعلماء، العلماء بذلك الأمر. فناسب ذلك ختم الآية بقوله: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يعني العلماء. الآية الثانية ما قبلها قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، يتحدث عن إنشاء الخلائق من نفس واحدة ونقلهم من صلب إلى رحم، ثم إلى الدنيا، ثم إلى مستقر ومستودع، ثم إلى حياة وموت، والنظر في ذلك والفكر فيه، والنظر في ذلك والفكر فيه أدق. فناسب أن يختم بقوله: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني زيادة في الفهم، يفهمون. الآية الثالثة: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون الرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع، يذكر بما أنعم الله عز وجل به على عباده من سعة الأرزاق والأقوات والثمار وأنواع ذلك. فناسبه أن تختم الآية بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى. نعم. فتح الله لكم. بهذا ينتهي وقتنا إذن مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة. نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. بارك الله بكم أستاذنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حياكم. إذن مسك الختام سيكون مع فقرة سيرة عالم، واخترنا لكم هذا الأسبوع الزمخشري أمير البيان، في رعاية الله. الزمخشري أمير البيان. هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ولد في قرية زمخشر من قرى خوارزم، درس في بخارى وسمرقند، ثم انتقل إلى بغداد ليصحب كبار العلماء، ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة المكرمة، وعاد إلى خوارزم قبل وفاته. هو من الأئمة الذين فسروا القرآن الكريم وبرز في الفقه وعلم الحديث، وهو ممن كانوا معروفين بالبراعة في اللغة العربية، إذ كان الزمخشري متمكناً من البيان والنحو، ولقبه العلماء بجار الله لكونه مكث مدة من الزمن في مكة المكرمة. قال السيوطي: كان الزمخشري واسع العلم كثير الفضل، متفنناً في كل علم، معتزلياً قوياً في مذهبه. وذكر ابن حجر العسقلاني أنه كان في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصريف الكلام. وعده ياقوت الحموي إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب، وهو متفنن في علوم شتى. من أكثر الشيوخ الذين تأثر الزمخشري بعلمهم أبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني، ولما قدم بغداد سمع من أبي الخطاب بن البطر وأبي منصور الحارثي وأبي منصور الجواريقي، وأخذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري وأبي منصور الأصبهاني. أما تلاميذه ممن تأثروا به فأشهرهم علي بن إبراهيم الحنفي وعلي بن محمد بن هارون وأبو الحسن الخوارزمي. للزمخشري كثير من التصانيف في التفسير والحديث واللغة والنحو والبيان والمعاني وغيرها، أبرزها الكشاف في تفسير القرآن، وهو من أشهر كتب المفسرين بالرأي والماهرين في اللغة العربية مع الانحياز للاعتزال، أساس البلاغة، ويعد من أهم المعاجم اللغوية القديمة. المفصل في صنعة الإعراب، وهو من أشهر المختصرات النحوية المؤلفة لضبط اللسان وتقويمه. الفائق في غريب الحديث، وهو معجم لغوي لغريب الحديث. المستقصى من أمثال العرب في مسائل اللغة والنحو التي تتعلق بالأمثال. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في الشعر والأدب والتاريخ وعلوم أخرى، وكتاب القسطاس في علم العروض. توفي الزمخشري بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة سنة 38 و
وخمسمائة من الهجرة.